ليالي تن هتكون مليئه باحلى النجوم. انا حابه منافسه. المهرجان ده اتولد كبير بإلهام شاهين. المرأة الفنانة طول عمرها هي اللي بتقف جنب السينما. أي حاجة هتحل السينما هتدعمها بنعملها. مسلسل عمل قلق، إزاي اتعاملت مع كل التحديات دي؟ ومديله قيمة مختلفة، بخلي الشخصية مش طماطية. أنتِ إزاي بتطوري أدائك ده كده؟ أوجاع كتير وخبرات إنسانية مني ومن اللي حواليا. مخرج مصري يجيب لمصر جايزة مهمة جدا في مهرجان كان. أنا دوري أستخدم سحر فن السينما وأوريك عالم كأنك عمرك ما شفته قبل كده. مبروك لمصر، مبروك للسينما المصري. أتفرج على أفلام جميلة بقى مع الشعب الأسواني اللي أنا بحبه وبعتز بيه. مسرح الساحل اللي بيقوده المايسترو أشرف عبد الباقي. حاجة بتحبها وعايز تعملها اعملها، خايف من إيه؟ ليالي حلوة مع مبدعين أبدعوا وقدموا أعمال حلوة. انتظرونا. ليالي تن الخميس والجمعة 12 منتصف الليل على تن تي في.